اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى: قوى شيعيه تحاول تضمين برنامج عبد المهدي فقرات مستنسخه من حكومات سابقه. ونطالع في الزمان: عبد المهدي يتشاور مع العباد والأحزاب، ترسل مرشحيها للحقائب الوزارية. جاء في الهيانات: مظاهرات في البصرة للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين. ونتصفح في العربي الجديد: بومبيو، إيران هي مصدر التهديد للبعثات الأمريكية في العراق. ونطالع في الحياة: موسكو تدعو لخروج القوات الأمريكية من سوريا، وواشنطن وبرلين تستعجلان الحل السياسي. جاء في القدس العربية: احتلال الإسرائيلي يغرق الخان الأحمر بالمياه العادمة. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتية: أربع استقالات جديدة تهز حزب نداء تونس. أهلا بكم. قالت صحيفة المدى إن الأيام القادمة ستكشف عن وقائع دامغة حول الصفقة المشبوهة التي كانت وراء وصول برهم صالح إلى منصب رئاسة الجمهورية وتواطؤ القيادات الشيعية التي وعدت مسعود البرزاني بالتصويت لمرشحه. وأشارت الصحيفة إلى أن ما جرى كان مبيتا ومقصودا لإيهام البرزاني والإيحاء له أنهم حريصون على ذلك، لأن المطلوب هو تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل وترميم التصدع الذي تعرضت له العلاقة بينهما. الصحيفة ذكرت أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية شهدت قبل انعقادها بساعات معدودة انتهاء قيادات من الفتح والتيار الصدري من اجتماع حضره خبراء قانونيون تدرسوا فيه المخارج القانونية والدستورية لتكليف تحالف سائرون بتقديم مرشحه عادل عبد المهدي لرئاسة الجمهورية. وقبل هذا الاجتماع تواجد مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري، والتزم بتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة، كما التزم بتعهد يتجنب الإجابة عن أي طعن تقدمه الكتل للمحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية التكليف. ويأتي هذا الالتزام تحسبا من قيام رئيس الحكومة المنتهية ولاية حيدر العبادي الطعن بعدم دستورية تكليف مرشح التسوية. وبين قيادي في التيار الصدري أن الاتفاق يقضي قيام سائرون بتقديم عبد المهدي لرئيس الجمهورية سرا تفاديا من الوقوع في إحراج مع الكتل المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء، مؤكدا أن هذه التفاهمات كانت محصورة بين الفتح وسائرون. ويتطرق القيادي إلى أن التيار الصدري هدد باعتصام مفتوح لنواب سائرون في البرلمان في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاقات التي أبرمت قبل يوم واحد من الجلسة. الصحيفة تنقل عن القيادي الصدري توقعه أن يقدم رئيس الحكومة المنتهية ولاية حيدر العباري طعنا أمام المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية ودستورية تكليف عادل عبد المهدي، معتبرا أن الكتب التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تكليف الكتلة الأكبر عددا بأنها جزء من التمويه. بعد أن ساد الاعتقاد أن خروجا نسبيا من نظام المحاصصة في اتجاه حكومة كفاءات هو الحل الذي ستلجأ إليه الأحزاب الحاكمة لا لإخراج العراق من متاهته، بل على الأقل للإيحاء بأن هناك نوعا من الاستجابة لمطلب التغيير الذي رفعه المحتجون، ها هي الكرة تعود إلى ساحة ومنطقة التسويات والصفقات المريبة بين الكتل السياسية نفسها، من غير أن يكون لأصوات الناخبين أي أثر يذكر. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أنه ليس من السابق لأوانه الحكم بالفشل على التحول الذي شهده نظام الحكم في العراق.
إذا ما كان الكثيرون قد عولوا على وضع نهاية لحكم حزب الدعوة الذي استمر 12 عاماً، فإن ذلك الحديث الإيجابي قد فقد قيمته التاريخية من خلال وصول شخصيات ضعيفة إلى المناصب الثلاثة الرئيسة. لا يكون في إمكانها أن تحدث انقلاباً في بنية ذلك النظام القائم على تقاسم المغانم، وهو ما يعني استمرار ماكينة الفساد في العمل بأقصى طاقتها. كانت هناك جعجعة حاول البعض من خلالها أن يملأ الفراغ بوعود للإصلاح، تبين فيما بعد أنها مجرد فقاعات تجريبية لم يكن القصد منها سوى الانحراف بزوايا النظر عما يتم التخطيط له على مستوى إعادة إحياء مشروع نظام المحصصة، لكن بطريقة تبعد الشبهات عن الأحزاب الرئيسة. ما حدث في العراق على مستوى سياسي لا يمكن حصره بهزيمة ما سمي بمشروع الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في بنية الدولة، بل بتجاوز ذلك إلى رسم صورة كادحة لمستقبل العراق، حيث يتحتم على الحكومة العراقية بسبب ضعفها أن تعود في كل قراراتها إلى قاسم سليماني باعتباره مرجع يحفظ لها بقاءها في خضم ما يمكن أن يشهده الوضع الداخلي من تدهور جراء التراجع عن مشروع الإصلاح. الكاتب يقول إن قاسم سليماني هو الذي سيدير دولة الحشد الشعبي التي لن تكون في المرحلة المقبلة دولة ضد، بقدر ما ستكون دولة حماية تطوي هيمنتها على الشارع كل أحلام العراقيين بالتغيير والانتقال إلى دولة مدنية. كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية عن عزم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال تعزيزات عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في مبنى القنصلية الأمريكية في البصرة. وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ستقدم الدعم العسكري اللازم لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في القنصلية بعد أن اختار مسؤول وزارة الخارجية إغلاقها في عقب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها. الصحيفة أضافت أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية والمرتبطة بالائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق تمتلك خططاً للمساعدة في انسحاب الأفراد الأمريكيين من القنصلية الأمريكية في البصرة. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل شون رايان قوله إن حياة الأمريكيين معرضة للخطر وتهديدات الأفراد القوات الأمريكية تتزايد في المدينة، مضيفاً أنه ليس هناك أي أرقام للوحدات الخاصة الداعمة للقنصلية في الوقت الحالي، لكن عندما سئلنا عن الدعم قلنا أننا سندعم بالتأكيد جميع جهود الإجلاء. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بإغلاق القنصلية بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي الأسبوع الماضي، مضيفة أن بومبيو ألقى باللائمة في عملية الإجلاء الطارئ على إيران قائلا إن جهود زعزعة الاستقرار المستمرة من قبل أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني قد عرضت حياة الدبلوماسيين الأمريكيين للخطر. وتشير الصحيفة إلى أن واشنطن ألقت باللوم على القوات شبه العسكرية العراقية التي تدربت وجهزت من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك بسبب الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها القنصلية في الأسبوع الماضي. في يوم 22 من أيلول الماضي أجرت القوات الإيرانية استعراضاً بمناسبة مرور 38 عاماً على إشعال الحرب العراقية الإيرانية حسب الرواية الإيرانية. أما العراق فظل يعتبر الحرب قد بدأت قبل ذلك، وقدم الشكاوى للأمم المتحدة ضد التحرشات الحدودية ناهيك عن التظاهرات التي اجتاحت المدن الإيرانية من أجل قيام دولة إسلامية بالعراق. رشيد الخيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية عن العراق: ظل حتى عام 2003 يحتفل بنهاية الحرب لأنه جنى الانتصار، بينما إيران تحتفل ببدايتها وبين البداية والنهاية 8 سنوات مهلكة للزرع والنسل. كان للحرب أن تقف لكن الخميني رفض ذلك، ففي حسابه أنه سيصل إلى القدس عبر كربلاء. لم تنتهي الحرب من جانب إيران لأن عواقبها على العراق ما زالت تفعل فعلها. فعندما أعلنت واشنطن فرض العقوبات على إيران برزت المناكفات بين العراقيين أحزاباً وشخصيات دينية نشأت داخل إيران وحاربت مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي، وهي الآن على كرسي السلطة. طالبت بتعويض الجمهورية الإسلامية، هكذا عنوانها عندهم، عن خسائرها في الحرب. وبناء على كل ما سبق
يتعين على الإيرانيين أن يراجعوا سياساتهم فيما يخص تصدير الثورة، فوجود حزب الله بلبنان خلق لإيران خصوماً، أما العراق فالقضية أبعد من ذلك، فبغداد والبصرة وبقية المدن تئن تحت أكثر من حزب وميليشيا تابعة للولي الفقيه، وأن مقدار الكراهية لإيران أخذ يتصاعد، والشاهد المظاهرات التي انطلقت في البصرة وأسفرت عن حرق مقرات الأحزاب الدينية وتحطيم القنصلية الإيرانية. يعلم حزب الله والأحزاب الدينية والميليشيات بالعراق أن وجودها مرتبط بوجود نظام ولاية الفقيه، فقد أشرقوا بشروقها وسيغربون بغروبها، لهذا لا قيمة للمواطنة عندهم. الكاتب يرى أن علي خامنئي قد ركن وقرر تعيينه بنيابة الإمام على أنها دوحة النبوة وهو نائبها، وأن الثورة بإيران لعموم العالم الإسلامي مهددة للمهدي المنتظر من دون النظر لما حوله من المخاطر، غير أن الأعداء والمنسحبين قد تكاثروا ويتكاثرون ولا يمكن أن يكون هناك اطمئنان لهذا الخلود الكاذب، فلا يظن أن دار السيد مأمونة، وينشغل عما يجري حوله في الداخل والخارج، والوقت آزف وحانت المراجعة اليوم وليس غدا. نشر صحيفة ميدل إيست آي البريطانية مقالا كتبه داود عبد الله، يقول فيه إن حل الدولتين قضى عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويضيف الكاتب أن ترامب أعلن دعمه حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن علينا أن ننتظر إذا كانت أقواله ستصدقها الأفعال. الكاتب يقول إنهم منذ 24 عاماً في مثل هذا الشهر حصل ياسر عرفات وشمعون بيريز وإسحاق رابين على جائزة نوبل للسلام، وقالت لجنة نوبل إنها منحت الجائزة لهم تكريماً لعمل سياسي يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة، وكان ذلك العمل هو اتفاقية أوسلو بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان الهدف منها إجراء مفاوضات تحدد إطاراً يؤدي بعد فترة 5 أعوام إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن شيئاً من هذا لم يحدث. لم يتم التطرق إلى أي مسألة من المسائل الأساسية التي تضمنت اتفاقية أوسلو، وهي وضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين والاستيطان الإسرائيلي والأمن والحدود والعلاقات مع الدول المجاورة. وتداورت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب أعمال العنف التي أصبحت متكررة، ويرى عبد الله أن هذا العام سيدق فيه آخر مسمار في نعش اتفاقية أوسلو، ويقول إن إسرائيل شرعت هذا الأسبوع في تجريف قرية خان الأحمر التي يقطنها البدو، على الرغم من المعارك القضائية التي استمرت أعواماً وبالرغم من التنديد الدولي. كاتب يرى أن قرار ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس تجاوز الخط الأحمر، وهو دليل على أن الإدارة الأمريكية ليست منحازة إطلاقاً لإسرائيل فحسب، بل منخرطة تماماً في سياساتها. ويقول الكاتب إن هذه القرارات والمواقف الأخيرة من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي قضت على أي أمل في التقدم بشأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً لمراسلتها في بكين تي دي تانغ، تقول فيه إن السلطات الصينية تخطط لمؤامرة ضد مسلمي الإيغور، ويشير التقرير إلى أن السلطات الصينية تخطط لتشتيت جماعي للمسلمين الإيغور، فتعليق بيع تذاكر القطارات مثلاً في غرب الصين أثار تكهنات بأن الحكومة قد حجزت خطوط القطار من أجل نقل أعداد كبيرة من المسلمين الذين احتجزوا إلى أجزاء مختلفة من البلاد. الكاتبة تلفت إلى أن نحو 1,000,000 شخص من أبناء أقلية الإيغور المسلمة تم احتجازهم على ما يعتقد في مراكز، حيث أجبروا فيها على الدخول في دورات تدريبية لإبعادهم عن الراديكالية والتخلي عن دينهم، مشيرة إلى أن الحكومة أنكرت هذه الاتهامات ونفت قيامها بعمليات اضطهاد ديني وعرقي، مؤكدة أنها تقوم بتوفير تدريب على العمل ومعالجة الذين يخفون في داخلهم أفكاراً راديكالية.
وتفيد الصحيفة أن أقليم تشينغيانغ يواجه حملة عنف منذ عام 2009، لافتة إلى أن المتحدث باسم المجلس العالمي للإيغور ديليخات راخيت أشار إلى أن بكين تريد نقل المعتقلين من أجل إنكار وجودهم بمعتقلات في داخل الإقليم. وينقل التقرير عن راخيت قوله إن بكين تريد ترحيل المحتجزين في المراكز المعروفة بإعادة التعليم سراً إلى أماكن خارج تشينغيانغ، ولهذا كان يجب تخصيص خطوط قطار معينة نظراً لعدد المحتجزين الكبير. وتذكر الكاتبة أن سلطات النقل الحديدي في إقليم تشينغيانغ أعلنت في الشهر الماضي أن بيع التذاكر سيعلق من 22 من تشرين الأول لأسباب تتعلق بالعمليات، ولم تعلن عن موعد جديد لاستئناف بيع التذاكر. وتختم الصحيفة البريطانية تقريرها بإشارة إلى أنه تم نقل آلاف المعتقلين المسلمين من ولاية إيلي في شمال غرب البلاد إلى ولاية ألتاي في الشمال، فيما تم نقل المعتقلين في ألتاي إلى معتقلات في ولاية تشانغجي في شمال شرق البلاد. أما معتقل هذه الولاية فتم نقلهم إلى الإقليم المجاور وهو غانسو. بعيدا عن السياسة، أعلنت الدنمارك منع بيع السيارات العاملة بالوقود والديزل اعتبارا من العام 2030 طامحة إلى أن تكون مثالا في أوروبا. وقال رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن أمام البرلمان إنه في غضون 12 عاما فقط نريد أن نمنع بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود والديزل. وأوضح راسموسن وهو راكب دراجات هوائية متمرس إنه يريد أن تكون الدنمارك ريادية تدفع العالم باتجاه أكثر مراعاة للبيئة، وتقف الدنمارك في الجبهة الأمامية لمكافحة الاحتباس الحراري مثلا، وتهدف إلى أن تصبح محايدة على صعيد الكربون بحلول العام 2050. ومع القرار الجديد تنضم الدنمارك إلى أيسلندا التي أعلنت إجراء مماثلا في مطلع أيلول الماضي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.